حياكم في هوية، وهذه اللقاءات الحصرية من الكونغرس العالمي للإعلام، واليوم ضيفي المؤثر الكويتي فيصل البصري. فيصل يا مرحبا بك. يا هلا فيك أخت صفية، وسعيد جدا تواجدي معاكم. نحن أسعد ومستمتعين جدا بوجود زملائنا من دول الخليج، دول العربية وكذلك دول العالم. شو أول شيء لفت انتباهك في الكونغرس؟ والله للأمانة وبكل شفافية يعني صار خلينا نقول الإبهار والإبداع والابتكار على مستوى الإمارات هو المعدل الطبيعي وهو الأفرج، فصرت ما أتفاجأ ولا أنصدم بهذا التنظيم الرائع جدا على مستوى عالمي، وسعيد وفخور أني أكون جزء من النسخة الأولى لهذا الكونغرس العالمي للإعلام. أمر جميل جدا أن نتواجد، مؤسسات عالمية إعلامية متواجدة، مؤسسات محلية حكومية وخاصة، صناع محتوى إعلاميين، تشرفت بلقائهم في هذا الملتقى الجميل. فالأمانة سعيد جدا في تواجدي بهذا المكان. يعني شهادة نعتز بها فيصل، ويمكن مما يثلج الصدر هذه الشراكة الخليجية. نعم. اليوم يعني تعتقد مثل هذه المنصات العالمية كيف ممكن تحدث أثر إيجابي على الشراكة الخليجية في مجال الإعلام والتأثير في نفس الوقت؟ الإمارات عودتنا أن ما يكون لها دور ثانوي على مستوى العالم في كل الأمور، سواء في الأمر الاقتصادي، في الأمر السياسي، وكذلك في الأمر الإعلامي. كنا ممكن نكون نكتفي في دور المتفرج، ولكن الإمارات أبت أن يكون هذا دورها، بالعكس أن يكون دورها أكبر في التأثير، وذينا على مستوى الإعلام. فالإمارات هي نقطة خلينا نقول التواصل ونقطة الوصل وحلقة الوصل بين الشرق والغرب. فاليوم إحنا ما نكتفي والله بوجود هذه المؤسسات العالمية، بل يكون لنا تأثير فيها وفي صناعة مستقبل الإعلام، وهذا دور مهم جدا. جميل جدا فيصل، أنت يعني اخترت مهنة التأثير. نعم. يعني هل أقدر أسميها مهنة؟ يعني أنت تعتبرها مهنة أو؟ والله ممكن خلينا نقول دور أو مسؤولية موجودة في التأثير، وغالب الناس ما تختار أن تكون مؤثرة. واليوم التأثير فيه تأثير إيجابي وتأثير سلبي، أتمنى أن نكون إحنا في الطريق الإيجابي واللي نأثر في حياة الناس والمجتمع بشكل أفضل. كم سنة صار لك تأدي هذا الدور؟ أنا بداياتي من السوشيال ميديا تقريباً أكثر من 9 سنوات. ما شاء الله. يعني تدرجت في أكثر من منصة، كان لي حضور في أكثر من مكان، والحمد لله رب العالمين وصلنا هذا المكان. أكيد يعني من 10 سنوات أو 9 سنوات لما بدينا نحن هذا الأمر يمكن كنا شوية على استحياء أيامها. نعم. لكن الآن فرقت وفي تسارع في التغيير. نعم. كيف لمست هذا التغيير وكيف أثر على طريقة عملك في المنصات؟ نعم، يمكن في البدايات، بداية ظهور خاصة المحتوى اللي يكون في الفيديو، الناس كانت متخوفة، عدد اللي يقدمون محتوى قليل جدا مقارنة بالمتلقين. ظهور منصات نفس خلينا نقول السناب شات والحين التيك توك عطت الجرأة حق الناس أنها تقدم وتصنع محتوى خاص فيها، يبدأ بالدائرة الصغيرة، دائرة الأهل والأصدقاء، وممكن الناس لو شافوا نجاح هذا الأمر وتأثيره يفتحون حق العامة. هو أمر إيجابي وبنفس الوقت أمر فيه مخاطرة عالية، لأن اليوم كثرت صناع المحتوى يصير فيه خلينا نقول مخاطرة بوجود مثلا ناس لهم تأثير سلبي، ناس ممكن ما يكونوا قدوات زينة أو أمثلة زينة حق الشباب أو حق صغار في العمر. الناس عندهم فكرة أن المؤثرين وصناع المحتوى عفويين. نعم. بس إلى أي درجة عفوي؟ يعني أنت الآن لما تقوم بتقديم هذا المحتوى، نعم، هل هناك عملية تفكير خيارات معينة، ولا هي فعلا مثل ما يقال عفوي، فتحت الكاميرا وقلت اللي عندك؟ يمكن العفوية في طريقة إيصال الرسالة أو في إيصال المحتوى، بس البدايات ممكن الموضوع يكون عبارة عن مثل ما تفضلتي بارتجال، بدون ترتيب، بدون تحضير، لكن مع الوقت ومع خلينا نقول اتساع رقعة التأثير والمتابعة ضروري يكون موضوع مرتب، يكون في تحضير،
في مواضيع الشخص يخوض فيها، في مواضيع ثانية يعمل لها ألف حساب، فلازم الموضوع يكون بشكل مدروس، ما يكون بعشوائية. نعم. العفوية مطلوبة، أن الموضوع يكون طبيعي بدون تكلف، بدون رسمية، ولكن أيضا يكون مدروس. في بس مجموعة من المهارات كذلك أنت لازم تنميها. نعم. يعني خلال هذه السنوات شو أبرز المهارات اللي أنت اكتسبتها وبدأت تطورها في نفسك أكثر؟ يعني حتى نقول للناس بالذات الجدد على هذا المجال. نعم. أنه لا، في مهارات لازم تطورها. نعم. في معرفة لازم تكتسبها كذلك. نعم. أنا لازلت أتعلم، يعني الشخص اللي يقول والله أنا وصلت خلاص حققت كل المهارات وتعلمتها، لا، لازلت أتعلم. وأهم مهارة التعامل مع الجمهور، سيكولوجية الجماهير، التأثير عليهم بشكل إيجابي، شلون ممكن هذا المحتوى يكون مفيد للمجتمع كله، لأن اليوم الفيديو ممكن يكون في كل بيت، فالشخص لازم يكون حريص على أعمار اللي تابعه، على الباك جراوندز اللي موجودة، أفكارهم، خلفياتهم، الأمور هذه كلها. فتصور التعامل مع الجمهور هو أصعب مهارة ممكن الشخص معك حق تتعلمها. أتفق معك. نعم. طبعاً يمكننا في الشاشة كنا أيضاً يمكن ما نحس بهذا القرب من الجمهور مثل. نعم. ما يوم الآن نكون معاهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. قبل يعني يمكننا بس إعلاميين ونطلع من خلال قنوات رسمية. نعم. عادة يكون مثل ما تقول هذا البيت اللي يحضنك. نعم. إذا حصل خطأ يتم تداركه من خلال الادارات، يتم التعامل معها بطريقه. نعم. مختلفه. الان الجمهور هو الحكم. نعم. مريت بتحديات من هذا النوع؟ تخوف ان قلت نزلت فيديو وبعدين فعلا الجمهور كان الحكم؟ نعم. او هل سمعت بقصص من هذه النوعيه؟ لا، طبيعي خلال المسيره هذه الطويله 9 سنوات او. نعم. اكثر، طبيعي يكون في اخطاء، وإن كانت النية الطيبة موجودة، ولكن ساعات الإنسان ما يوفق في إيصال رسالة معينة، ساعات يتحمس في رأي معين، ساعات يتطرف في أفكار معينة، ويبقى الجمهور هو خلينا نقول الحكم أو هو المعيار، أنه والله لا أنا ماشي في طريق سليم ولا لا، هي خلينا نقول علاقة من طرفين. يجب احترام الجمهور، احترام أذواقهم، أفكارهم، عقولهم، قبل لا الشخص يبدي أي رأي وأي. أي فئة من الفئة عمرية من الجمهور تتابعك بشكل أكبر، وأي فئة تحس إن فيها تحدي أكثر؟ أنا يمكن تقريباً يعني حسب إحصائيات المنصات اللي موجودة عندي، أكثر من 80% من متابعيني أعمارهم فوق 25 سنة، وهذا أمر طيب، لأن احنا قد تكلمين عن جمهور عنده من النضج، الوعي، عنده من الفكر، وعنده الوعي انه يستقبل هذه الرسالة. في تحدي ان الشخص يوصل حق الأجيال اللي هي اصغر ويحاول يوصل هذه الرسائل، وغالبا هذا امر صعب جدا، لأن الجيل الصغير متعود على محتوى معين، على اشخاص يتابعهم. ترفيهي دائما هو تحس ولا لا عندهم ايضا هم احتياجات خلنا نقول معرفية كذلك؟ يعني أنا في يمكن آراء تتهم هذا الجيل الصغير بالسذاجة، ولا إنه مجرد مهتم في الأمور الترفيهية والأمور، بالعكس، وإنه جيل سطحي. بالعكس، أنا أرى إن هذه الأجيال الصغيرة لأنهم عندهم هذا الاطلاع الكافي، الإنترنت موجود، المنصات كلها موجودة، يشوفون، يقارنون، فعندهم اطلاع ووعي ومعلومات أكثر حتى من الأجيال القادمة. بالعكس، أحترم جدا الأفكار اللي موجودة عندهم، طريقة التفكير، طريقة الإبداع والابتكار اللي موجودة عند هذا الجيل. يحتاجون الناس تحتويهم، يحتاجون مؤسسات تتبنى هذه المواهب اللي موجودة بحيث أنها تكون تطلع بشكل جميل جدا. شو مستقبل ما تقوم به الآن؟ نعم، الإنسان في كل خطوة يحاول يطور من نفسه، يحاول يضيف من نفسه. أنا أتمنى أني أقدر أقدم المحتوى اللي قاعد أسويه بشكل احترافي أكثر، يكون في فريق عمل، يكون الأمر مدروس خارج النطاق اللي أنا تعودت عليه ومعلومات اللي أنا أعرفها ولا اطلاعي، فيكون الموضوع بشكل أوسع، ودائرة التأثير تنتقل من نقول الكويت، مستوى الخليج، الوطن العربي، وممكن يكون محتوى يناسب
العالم كله. فهذا إن شاء الله. فيصل، آخر سؤال، أكثر شيء يقلقك عندما نتكلم عن مستقبل المنصات؟ نعم. ومستقبل صناعة المحتوى. نعم. هل في شيء يثير قلقك الآن؟ يعني ربما من ناحية المتلقي أو من ناحية المحتوى؟ كثرة صناع المحتوى. يعني أنا عرفت، كنت أصور الموضوع كأن إحنا قبل كنا على مسرح وفي جمهور. الحين لأن كل الأدوات متاحة، فصار ما حد يبي يقعد في كراسي الجمهور، الكل يبي يكون على المسرح صانع. الكل يبي يكون صانع محتوى. نعم. أنا مو ضد الفكرة، ولكن مو كل الناس خلقت أنها تكون صانعين محتوى. في ناس تصنع محتوى، في ناس متلقين، في ناس نتبادل الأدوار. فهذه الكثرة يحتاج وقت لخلنا نقول فلترة الناس. ويمكن تلاحظت الفترات السابقة ناس تطلع وناس تختفي وناس تطلع يختفي، ما يستمر وخلنا نقول يحافظ على هذا المستوى من التواجد إلا الناس اللي تقدم محتوى زين. فهذا خلنا نقول الريسك الوحيد اللي أحاتيه. لكن متأكد أن وجود مثل هذه الملتقيات وهذه الشراكات، سواء استخدام التكنولوجيا لخدمة صناعة المحتوى، أمر يفيد الكل. يعني فيصل بصري، شكرا لك. شكرا لك، الله يحفظك، وسعيد جدا. وأنا أسعد. شكرا، على خير.